من كرة لم يكن يفكر اللاعب فيها في التسديد صوب المرمى، لكن الكرة تجد طريقها إلى الشباك وتعلن الهدف الثالث للمنتخب الإيراني. بازاج، محمد بازاج يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 85. كرة مباغتة للحارس، يعني كان يفكر في تمرير الكرة إلى داخل منطقة الجزاء لكنها تحولت إلى الشباك وتعلن هدف ثالث للمنتخب الإيراني. خسارة كبيرة بالفعل، بفارق كبير بثلاثة أهداف، يؤمل للمنتخب الإيراني النقطة السادسة من مباراتين والوصول أيضا إلى رصيد لا بأس به. لاحظوا لم يكن